دير ثم بها ضيف ولا مسي اللي عنبو حيها واللي سكن فيها يا هل الدار بات الفكر متحير النشامة تناست طيب ماضيها يوم كل ابن عمه يجي خير والمجالس بها قومنا تحليها وضعنا يا النشامة صار متغير كلنا بمجلسه والنفس معليها خفوا نفوسكم والطيب يسير عاش منه على طيبها امضريها ما رغم رداته كنه حوير وصك بابه وربعه ما يدانيها بين ورع وعجوز وريم ونوير ياخذ علوم وعلوم ان يوديها من مجالس هالطولات من ذي اللي عنبو كل نفس ذي ممشيها.